الشوربه دي انتوا حرين جدا تقدروا تعملوا فيها التغيير اللي انتوا عايزينه، بس انا بحب قوي الحاجه المفيده. الحاجات المفيده بتفرق كتير جدا جدا في البيت كمان عشان صحه عيالنا. هستخدم فراخ فيليه مخليه، وبرده الكميه اللي انتوا عايزين تحطوها 200 جرام 100 جرام 150 جرام زي ما عايزين تحطوا. مش عايزين تحطوا فراخ اساسا برده زي ما انتوا عايزين. يبقى عندي فراخ فيليه، وعندي نص كوبايه عدس اصفر، وعندي 2 جزره، كوسه، بصل، فلفل حار، بروكلي، وتوم، وزبده، كزبره، وكمون، وشطه، وملح، وفلفل اسود. توابل حلو قوي، وكمان المكونات بتاعت الخضار تقريبا مش هتلاقوا فيها فيتامين مش موجود في الشوربه دي. فعندنا بروتين، وعندنا فيتامينز، وعندنا شويه كاربس، وحاجات بسيطه قوي من القصه في الشوربه دي رهيبه جدا جدا، هتنقلكم في حته تانية. شوربه الشتاء وشوربه الصحه، ممكن تسموها الاثنين زي ما انتم عايزين، شوربه الشتاء وشوربه الصحه، براحتكم خالص سموها زي ما تحبوا. طيب انا في البدايه عندي طاسه هناك او الووك هناك، انا اوريدي عامله، بسخنه، وهبدا دلوقتي احط فيه خليط ما بين الزبده والزيت. الزبده والزيت دايما بيساعدوا بعض في التسخين وفي انهم يحافظوا على بعضهم ويدوا تيست حلو قوي. طيب قبل ما نبدا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا في الشرب. الشرب فيه منها نوعين او في اكتر من نوع، ما اقصدش نوعين اللي هم يعني مثلا شوربه كوسه وشوربه عدس وشوربه مش، لا، لكن في منها طريقتين او اكتر من طريقه واكتر من مطبخ. المطبخ الفرنساوي دايما بيحبوا قوي انهم يعملوا الشرب كلها كريمي، تبقى كريمي خالص ما فيهاش اي قطع ولا الكلام ده كله نهائي. في اكتر من مطبخ تاني واكتر من طريقه تانية ان يكون في قطع في الشوربه وينفع ان انا اشربها زي شرب السيفود والحاجات دي كلها. انا شخصيا من ضمن الحاجات اللي بحبها ان انا اكل قطع في الشوربه نفسها، وده اللي احنا هنعمله النهارده. لكن يهمني جدا لما نيجي نعمل الشوربه ويكون فيها قطع، مهم قوي ان القطع تكون على قد المعلقه، يعني المعلقه هينفع انها تغرف وتطلع معانا القطع دي. فهبدا اخد عندي هنا الجزر، هقطعه بالشكل ده اهو سلايس خفيفة، أو عايزين تقطعوه مكعبات برضو براحتكم تماما. طيب أنا عايز أسرع العملية بتاعت الشغل بتاعتي، ومش عايز بصراحة يكون عندي وقت بيضيع ولا حاجة زي كده، فهعمل إيه؟ المية عندنا غلت، هحط فيها العدس يتسلق، وهكمل الشوربة بتاعتي. كل اللي يخلص هحطه في الحلة أو أضيف الاتنين مع بعضهم. وينفع كمان في الحالة دي إن أنا بعد ما أحط العدس يتسلق ممكن أعمل حاجة بسيطة جدا، وهي اني اضرب العدس لو انا عايزه يبقى كريمي وما يبانش في الطعم بتاعه وما يبانش كانه قطع، علشان لو عندي حد في البيت ما بيحبوش. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ شويه شغل وشويه تركات بسيطه قوي علشان ما حدش يعرف احنا عاملين ايه بالظبط في الموضوع ده. طيب هاخد جزرتين مثلا اهم، وهقطعهم زي ما احنا شفنا كده، عايزين مكعبات صغيره ماشي، عايزين تقطعوهم سلايس خفيف برضو مفيش مشكلة خالص. أنا أفضل يتقطع مكعبات، تمام؟ المكعبات هتساعد أكتر إن الحاجة تيجي في المعلقة كلها مع بعض، وهتبقى طعمها حلو قوي، وخاصة كمان لو حد بيدوق عندنا يبقى يدوق كل الحاجة مع بعضها. نيجي لموضوع الفلفل الحار. الفلفل الحار براحتكم تماما، لو أنتوا عايزين تحطوا فلفل حار شغال، مش عايزين برضو زي ما أنتوا عايزين تماما، حاجة ترجع لراحتكم. هقول على حاجة تاني مهمة احنا كنا قلناها قبل كده، الحاجات اللي هي مدورة زي الكوسة، الخيار، الجزر والحاجات دي كلها دايما بقطع قاعدة منها بالشكل ده، وبحط دي على الناحية التانية عشان ما تتزحلقش معايا، وبالتالي الحاجة ممكن تعورني السكينة ولا حاجة اثناء ما انا بشتغل، فده هيفيدني اكتر اني اكون شوية في الامان. اهو كده التقطيع اللي احنا قطعناها دي مش هتاخد معانا في وقت في التسوية، وفي نفس الوقت هتديني الحاجة اللي انا عايزها بالظبط اهو. وطبعا البصل والثوم دول اساتذه معانا. خلاص كده الطاسه بتاعتي سخنت، فانا دلوقتي جاهز ان اعمل ايه؟ اني ابدا احط الخضار بتاعنا. انا هبدا دلوقتي على طول بان انا اضيف الجزر. الجزر بياخد معانا شويه وقت، تمام؟ ادي مكعب زبده معاه حته زيت اهي، ومش هننسى العدس. العدس من ضمن النشويات، بيعمل نشويات معايا وبينزل نشا معانا والحاجات دي كلها، فمحتاجين نخليه على نار هاديه، وفي نفس الوقت برضه نديله تقليبه من وقت للتاني علشان ما يلزقش مني في الحله من تحت، فدي حاجه مهمه قوي. ههدي عليه النار، وكده انا عندي الطاسه بتاعتي جاهزه، اقدر اضيف على طول دلوقتي ايه؟ الجزر. اهو. الخضار بتاعنا اهو يجهز معايا. اهو. خلاويص. وهاخد كمان واحده كوسه من ده. هتتقطع.
وكده تبقى عندي الخضار بتاعي ابتدى اهو يجهز معايا. خلاويص هاخد معايا بصله، مش هاخد معايا اكتر من بصله واحده بس كفايه قوي، وبرده هقطعها مكعبات مش ناعمه قوي ومش خشنه قوي. كاريه اهو، ندي تقليبة للجزر. الشوربة بتحب شوية ان يكون الزبدة فيها حلوة، تخليها كريمي شوية حلوة كده وطعمها لذيذ قوي. هاخد معانا البصل بتاعنا اهو على طول، وهجهز البروكلي. هاخد زهرتين ثلاثة من البروكلي اللي عندنا ده، وبرضو على حسب ما انتوا عايزين، عايزين تزودوا اكتر من كده شغال، عايزين تقللوا برضو شغال. بروكلي هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلاقوها كبيرة شوية معانا، فمفيش مشكلة خالص اهو. كده زهرة البروكلي بتاعتنا جاهزة. هاخد معانا هنا الكوسة كمان بالمرة. الحاجات كلها انا مش محتاجها تستوي التسوية اللي انتم متخيلينها، انا محتاج الحاجات بتاعتي الخضار اللي انا حطيته ده كله يطلع معانا في اخر الشوربه في سنه كرانش، لان دي مهمه جدا جدا. هاخد معانا حبتين من الانتي بيوتيك الطبيعي اللي ربنا خلقه لنا اللي هو الثوم، وهو رائع جدا جدا في الموضوع ده اهم. وهبدا احطهم هنا برضو علشان يعملوا ايه، تبدا النكهه والريحه بتاعت الثوم تطلع معانا اهي. خلاص كده اهو، انا كده اولموست خلصت كل الخضار اللي عندي، ما عنديش اي خضار تاني غير الفلفل الحراق اهو. هاخد فلفلة حراقة، هاخد منها بس شريحتين تلاتة بالشكل الكبير ده، علشان لو احنا حبينا نطلعها برا الشوربة نقدر نطلعها، تديني بس سنة التاتش بتاع السبايس بتاعها والموضوع انتهى اهم. خلاص كده عايزين تقطعوا فيها اكتر من كده برضو شغال، ما يجراش اي حاجه اطلاقا. انا كده خلصت كل الخضار اللي عندي، هبدا دلوقتي اخد معانا ايه، صدر الفراخ. انا هقطع صدر الفراخ وهجهزه اهو، برضو هيتقطع معايا مكعبات صغيره على قد ما اقدر. انا حبيت بس اقطع صدر الفراخ ده او الفراخ الفريدي، حبيت اقطعها في الاواخر خالص علشان البلانشه بتاعتي كده ما يكونش عندي ليها استخدام تاني، وتبقى نظيفه معايا الحاجه في الاول الخضار، وتبقى الدنيا تمام وابقى في الامان. خلاص كده اهو، دي الفراخ بتاعتنا. ايدي دي هتبقى بعيد طول الوقت علشان بس ما نبهدلش الدنيا. هحط الفراخ هنا في الطاسه بتاعتي اهي، وهقلبها برضو مع الحاجات. تمام، هسيبها تتقلب مع الخضار بتاعنا هنا اهو في سخونه الطاسه بتاعتي. خلاص كده الفراخ خلاص خلصت، هي والخضار. هدي لها بس التتبيله بتاعتنا اللي هي الكزبرة والكمون والحاجات الشرقية بتاعتنا الجميلة دي. تمام اهو، وسنة شطة خفيفة لو انتوا عايزين براحتكم خالص. الحاجات دي العدس بيحبها، دي الفكرة بس. فاحنا النهاردة شوربة الشتاء بتاعتنا او الشوربة اللي احنا عملناها دي، سموها زي ما انتوا عايزين تسموها براحتكم خالص، بتحب الحاجات اللي هي الشرق اوسطي، الكمون مع الشطة مع الكزبرة والحاجات دي كلها تبقى حلوة قوي. خلاويص كده هي خلصت، الريحه كمان ابتدت تفحفح، وعندي هنا شويه ميه مغليين هضيفهم عليها اهم عشان اكمل بقى الشوربه بتاعتنا. وهسيب القصه دي مع بعضها شويه، وهروح للعدس لان العدس بتاعنا خلاص استوى، وهضربه بالهاند بلندر. هضربوه بالهاند بلندر عشان بس لو حد بيتضايق من موضوع العدس وشكله او مش بيحبه في الشوربه دي، مش هيبان العدس خالص اهو. بالهاند بلندر كده في الحله نضرب كده العدس. وكده بقى معانا زي الفل، نحط دي هنا تحت، ناخد العدس على الشوربه بتاعتنا ونخليه يكمل. كده الشوربه بتاعتي تاخد لها غلوتين ثلاثه، تبقى اطعم واجمل شوربه ممكن تشربوها. وعايز اقول لكم ان هي ببساطه شديده جدا في الشتاء اللي احنا فيه ده رهيبه.
رهيبة بمعنى كلمة رهيبة، مليانة غذاء، مليانة فوائد، وفي نفس الوقت هتدفيكم بشكل غير عادي يعني. هنسيبها على نار هادية لغاية ما تتظبط معانا، وندخل على الوصفة التانية بتاعتنا الحلوة قوي والسريعة والطعمة واللذيذة وكل حاجة ممكن تتخيلوها في الوصفة دي، مفيش أسرع من كده. تعال نقول مع بعضينا سلطة البدنجان. حقيقي ريقي جري عليها لأن أنا بحبها قوي أساسا. طيب تعال نشوف سلطة البدنجان بتاعتنا المقادير بتاعتها عبارة عن إيه. أول حاجة عندنا بدنجان رومي متقطع مكعبات مقلي، تمام كده، وعندنا فلفل ألوان متقطع جوليان، وفلفل رومي متقطع برضو جوليان على حسب ما أنتوا عايزين، ممكن تختاروا في القصة دي. عندنا بصلتين، عايزين تزودوا أكتر أوكي، عايزين تقللوا زي ما أنتوا عايزين براحتكم تماما في القصة دي برضو. وعندي خيار، وعندي طماطم، توم، وعندنا بقدونس، وعندنا ليمون وخل وكمون وملح وفلفل أسود، وممكن نضيف كمان سنة شطة لو أنتوا عايزين وسنة كزبرة في الموضوع ده. طيب مبدئيا كده احنا هنعمل حاجة بسيطة قوي. هجيب هنا عندي البولة دي اهي، هحط فيها حبة البصل بتاعنا اهم، بصل متقطع جوليان زي ما انتم شايفين كده. يعني هو الحلقة بتاعت النهاردة يا جماعة عايز اقول لكم ان هي مليانة غذاء بشكل بشع، تمام اهم. ادي بصلة او اتنين زي ما انتم عايزين، مفيش مشكلة خالص. وهدي هنا على طول الخل اهو، معلقتين ثلاثة خل حلوين زي دول، وهدي الكمون، تمام كده، انا بحب ازود الكمون بصراحة، الكمون مفيد قوي. وهاخد حبة كزبرة من دول اهم، واجيب الملح والفلفل الاسود، اللغة النحوية نقحت على الواحد، معلقة واحدة اهي، مش هحط اكتر من معلقة. خلوا دايما السلطات من فضلكم تكون ملحها خفيف، كل ما السلطة كان ملحها خفيف كل ما كانت اطعم واحسن وصحيه. وادي معلقه صغيره كمان فلفل اسود، تمام الكلام. ويلا بينا نعمل حاجه تاني، نجيب بلانشه، نجيب سكينه ظريفه زي دي كده، وناخد البقدونس زي ما انتوا قلنا قبل كده في حلقه ان البقدونس والحاجات اللي هي زي دي دايما بتتقطع اون سبوت او في وقت الشغل على طول اهو. خلاويص الكلام، حبة بقدونس حلوين زي دول، احطهم على البصل هنا واقلب كل ده مع بعضيه اهو. لو حبيتوا تسيبوا الخليط ده شوية مع بعضه يعني مثلا خمس دقايق كده ولا حاجة هيكون كمان افضل بالنسبة لنا، تمام. هجيب ليمونة واعصر الليمونة. طبعا كلكم دلوقتي هتقولوا ايه ده، هو مشالش البذر اللي فيها؟ انا عايز اقول لكم يا جماعه من غير يعني ما حد يزعل كده ولا حاجه، انا باكل بذر الليمون وباكل بذر اليوسفي والبرتقال وبذر التفاح وبذر العنب، ما بسيبش ولا بذره حرفيا يعني، ما بسيبش ولا بذره. انا بحب بذر الحاجات دي جدا جدا، ما بحبش ارميه لان هو بالنسبه لي صحي. انا ما اعرفش بالنسبه لحضراتكم هيكون الموضوع فيه ايه بالظبط. طيب انا هنا قلبت كل القصه دي اهي، فاضل لي بس اخد لي فصين ثلاثه توم. عايزين بقى تزودوا براحتكم، عايزين تقللوا زي ما انتوا عايزين تماما اهو. خلاويص، ونهرس التوم ده هرسه كويسه، تقطيعه حلوه كده ظريفه، ونيجي رامينه على الخليط بتاع البصل والتتبيله. خلاويص اهو، ادي التوم، وانزل يا معلم، ونقلب دي تقليبه كده كمان. زي ما قلت لحضراتكم عايزين تسيبوا دي خمس دقايق ولا حاجه تتشرب من الحاجات اللي احنا عملناها فيها، تمام. عايزين تستخدموها على طول برضو زي ما انتوا عايزين براحتكم تماما تماما تماما. خلاص كده. طيب اخر حاجة هعملها ايه، هبدأ اضيف الخيار اهو، شوية خيار زي دول، وحبة طماطم من غير بذر، بلاش تحطوا البذر في الطماطم، خلوا الطماطم تكون من غير بذر، تمام. خلاويص، وناخد هنا معانا الفلفل الالوان والاخضر والاحمر، طبعا حاجه صحيه جدا جدا، مش عايز اقول لكم قد ايه صحيه وقد ايه كمان طعمها حلو قوي. ننزل بقى بالهيرو بتاعنا اللي هو البدنجان. في الحاله دي انا مش عايز بصراحه اقلب بمعالق، انا محتاج ان انا اقلب بالبوله نفسها بالطريقه دي اهو، او لو هتقلبه بمعلقه يفضل تجيبه معلقتين
واقلبه قصاد بعض بالراحه علشان مش عايز افعص الحاجات بتاعتنا اهو. خلاص كده تقليبه كده خفيفه على السريع وكده السلطه بتاعتنا اولموست جاهزه. اعتقد السلطه دي يعني كلرفول قوي، مليانه الوان، مش محتاجين ان احنا نديها اي جارنش ولا اي ديكور ولا اي كلام من ده كله، هي لوحدها بتنطق يعني، مش محتاجه اكتر من انها تتحط في طبق شكله كويس والموضوع خلص على كده. سلطه صحيه جدا، عايز اقول لكم ان انا حرفيا ريق عمال بيجري عليها وعايز اكل منها. ثواني كده اشوف اي شوكه ولا حاجه ادوق في السلطه دي. بصراحه ما بحبش ادوق، انا بحب احف كده يعني. حلوه قوي، خليكم معايا هروق الدنيا بتاعتنا ونجيب طبقين شكلهم حلو كده شيك، نقدم فيهم الشوربه ونقدم فيهم كمان السلطه بتاعتنا. خليكم معايا ثانيه واحده. هيا بنا نغرف الشوربه والسلطه بتاعتنا وبعد كده اقول لكم ايه، اتهنوا بيهم ان شاء الله كده واستمتعوا واتبسطوا. ادي الشوربه بتاعتنا حلوه قوي، مليانه فوائد يا جماعه، لازم تجربوا الشوربه دي. سيبناها على نار هاديه تقلت شويتين ثلاثه، العدس لما اتضرب ابتدى يخلي الشوربه تعمل معانا ايه، تبدا تتقل، فبقى القوام بتاعها حلو قوي. تمام كده اهي، والفلفل الاخضر زي ما احنا قلنا لو انتوا حابين انكم تسيبوه اوكي، عايزين تشيلوه من الشوربه برده مفيش اي مشكله اطلاقا في الموضوع ده. تمام الكلام اهو، دي شوربه الشتاء بتاعتنا او الشوربه الصحيه الجميله اللي هتخليكم ان شاء الله كده دافيين في الشتاء اللي احنا فيه ده. تمام كده، وكمان صحيه قوي بالنسبه للولاد، هتعجبهم جدا جدا يعني، خاصة لو محدش بياكل عدس. اللي ما بياكلش عدس ينفع جدا يعمل الشوربة دي، هتظبطه تظبيطة محترمة. حبة عيش بالشكل ده هنا على الأطراف، نقدمهم معاها بالشكل ده أهو. مش عايزين تحطوا عيش، براحتكم خالص زي ما أنتوا عايزين. دي الشوربة بتاعتنا، تمام كده؟ أغرف هنا بقى السلطة، تنزل زي ما هي كده أهي. عايز اقول لكم وصفتين حلوين قوي 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 دول، لما تعملوهم النهارده ولا حاجه بعد ما تتفرجوا على الحلقه كده وتعملوهم غدوه، انتوا حرفيا قدمتوا للي هياكل وجبه صحيه متكامله ممتازه قوي قوي. نحط بس الجارنش ده خفيف هنا، عارفه ملوش لازمه للدرجه اللي هي، بس شغال يعني. تمام الكلام، ممكن ناخد نص ليمونه بالشكل ده.